السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا عن مراجعة أسئلة الاختبارات البرمتك. معكم محمد عثمان يحيى. Today inshallah we're going to discuss four questions from question number 25 up to question number 28. نبدأ مباشرة. Question number 25. The nurse is caring for a client with heart failure who is receiving high doses of a diuretic. On assessment, the nurse notes that the client has flat neck veins, generalized muscle weakness, and diminished deep tendon reflexes. The nurse suspects hyponatremia. What additional signs will the nurse expect to note in a client with hyponatremia? يعتني الممرض بمريض يعاني من قصور في القلب ويتلقى جرعات عالية من مدرر للبول. عند التقييم لاحظ الممرض أن عروق رقبة المريض مسطحة بمعنى أنه ما ظهر أو غير منتفقة وضعف عام في لاترات. وردود الأوتار الأمينة قليلة لتبع في حالة تامة للديوريتيك الأسسمنت. توقع الممرض نقص صوديوم الدم. ما هي العلامات الإضافية التي متوقع أن يلاحظه الممرض لدى المريض المصاب بنقص صوديوم الدم؟ طيب، هل يلاحظ مسل تشيز أو ديكريز تورينال أوتبوت أو هايبر أكتيف بويل ساوندز أو إنكريز سبيسيفيك جرافيتي؟ ممكن توقف المحاضرة هنا وتختار الخيار اللي انت بتشوفه سهل. طيب، in this question the correct option is option number C which is hyperactive bowel sound. الإجابة صحيح، الإجابة نمبر 50. طيب ليه؟ نشوف rational. First you should know that hyponatremia is evidenced by serum sodium level lower than 135. إذا لقينا سيروم صوديوم أقل من 135 خلاص كده بنشخص إنه عنده هايبوناتريميا. طيب، the common signs of hyponatremia are العلامات الشائعة مع نقصان الصوديوم هو muscle weakness, increased urinary output, hyperactive bowel sound ودي عندنا في الخيارات اخترناه أصلا, and decreased specific gravity of the urine. هناك عندنا increase وليس decrease. طيب, so the correct option is option number C which is hyperactive bowel sound. طيب, أما الخيارات الباقيات اللي هو المسلتوتشيز and decrease urinary output ومعه increase specific gravity of the urine, those are the signs of hypernatremia. بيقولنا بتجي مع زيادة في الصوديوم. طيب, دي بالنسبة للسؤال رقم 25. شوف question number 26. The nurse reviews a client's laboratory report and notes that the client's serum phosphorus level is 2 mg per deciliter. Which condition most likely caused this serum phosphorus levels? قام الممرض بمراجعة تقرير المختبر للمريض الذي يعتني به ولاحظ أن مستوى الفوسفور في الدم هو 2 mg لكل ديسلتر. ما هي الحالة الأكثر احتمالاً التي تسبب هذا المستوى من الفوسفور في الدم؟ طبعا السؤال ده اول حاجه انت مطلوب منك تحدد هل هو زياده في الفوسفورس ولا نقصان في الفوسفور. بعد ذلك اذا حددت انه زياده تيجي تشوف الامراض او الحالات اللي بيزيد الفوسفور, واذا حددت انه نقصان تيجي تشوف كمان الحالات اللي بينقص الفوسفور. طيب عندنا الحالات كالعاده: الكوهوليزم, رينال انسفشنسي, هايبرباراثيرويديزم, تيومر لايسيس سيندروم. انت ممكن توقف التسجيل هنا بعد ما تحدد ان المريض بيعاني من ياتونوم, هل زياده ولا نقصان في الفسفور, تختار الحاله اللي بيزيد او بينقص الفسفور على حسب اختيارك انت. طيب, in this question the correct option is option number A which is alcoholism. طيب نجي نشوف اول حاجه هو زيادة ولا نقصان, وبعد ذلك نشوف ليه اخترنا ايه. طيب, the normal serum phosphorus level is 2.7 to 4.5 milligram per deciliter. فبالتالي اخوانا the client is experiencing hypophosphatemia, عنده نقصان في الفوسفورس في الدم. طيب احنا كده شخصنا المريض عنده نقصان في الفوسفور. طيب نشوف بعد الاشياء اللي بيسبب لنا نقصان في الفسفور. The causative factors
of hypophosphatemia اللي بيسبب لنا نقصان للفوسفور بالدم are malnutrition number one or starvation and use of aluminium hydroxide based and magnesium based anti acid. برضه نوعين من العلاج اللي استخدمه الشخص بيسبب ممكن نقصان للفوسفور بالدم. طيب malnutrition is associated with alcoholism. كتاب معلومة لازم تعرفها. malnutrition بيتمشي مع الكوهوليزم وكذلك الكوهوليزم توالي بيتمشي معه شنو malnutrition. So the correct option is option number A which is alcoholism. لما تلقى most likely بمعنى انه الاكثر قربا انه يسبب المشكلة. هنا ما بتلقى مباشرة كده malnutrition لأنه هنا قال لك من الكوزز positive factors of hypophosphatemia is malnutrition. لكن ما عندنا malnutrition في الخيارات. هل بيسبب malnutrition شنو؟ الكوهوليزم. فبالتالي يبقى الكوهوليزم ده من الأشياء most likely بيسبب لنا hypophosphatemia لأنه مرتبط مع malnutrition واللي هو واحد من مسببات hypophosphatemia ونقصان الفوسفورس في الدم. طيب the remaining option اللي هو renal insufficiency ومعه hyperparathyroidism أو hypoparathyroidism and tumor lysis syndrome are causative factor of hyperphosphatemia. دي الأشياء بيزيد الفوسفور في الدم وليس بتنقصه. طيب نشوف يا أخوانا بعد question number 27. The nurse is reading a healthcare provider progress note in a client's record. يراجع كتابة أو ملاحظات الطبيب في ملف المريض. And read that the healthcare provider has documented intensive fluid loss of approximately 800 milliliters daily. The nurse interprets that this type of fluid loss can occur to which she wrote. قرأ الممرض ملاحظات الطبيب في سجل المريض ووجد أن الطبيب قد وثق فقدان السوائل غير المحسوس بحوالي 800 مليون. فسر الممرض أن هذا النوع من فقدان السوائل يمكن أن يحدث من خلال أي الطرق اللي هنذكرها. هل عن طريق السكين or urinary output أو wound drainage ولا the gastrointestinal tract. توقف الفيديو هنا تختار الخيار الصحيح ونشوف بعد ذلك الإجابة الصحيحة. In this question, the correct option is option number A, which is the skin. طبعا سؤال سهل أي شخص ممكن يحل ويشيل لكن بعد ذلك rational. طيب insensible losses may occur without the person's awareness. بتحصل من دون ما أنت تحس إنه فقدتك وبتحصل through the skin and the lung عن طريق الجلد كالعرق وهكذا واللنج من التنفس والكلام بتفقد معه برضو البخار بتاع السوائل وبالتالي. طيب so the correct option is option number A which is fluid loss through the skin. طيب الباقيات يكون ايه؟ the remaining options are sensible losses. دي الاشياء احنا بنحس بيها وبنشوف انه ممكن نعرفه اللي هو which is the person is aware about. انت بتكون عارف انك فقدت يعطي كمية إذا عايز تقيسه such as through urination ممكن تقيس البول تبعك wound drainage ممكن يبقى أسبابه and gastrointestinal tract losses إذا كانت استفراغ ولا إذا كانت suction ولا غيره. فديل يا أخوانا هما sensible loss أما اللي بتطلع من طريق الجلد هو insensible losses. طيب question number 28. The nurse is assigned to care for a group of clients. On review of the client's medical records, the nurse determines that which client is most likely at risk for fluid volume deficit. تم تكليف الممرض لرعاية مجموعة من المرضى. عند مراجعة تسجيلات الطبية للمرضى اللي هو الفايل بنسميها حدد الممرض أن أي من المرضى الآتي هنا في غطاء مطبعي هو الأكثر عرضة لخطر نقص في حجم السوائل. يعني عايزين المريض الأكثر عرضة إنه يجيه نقصان في سوائل الجسم. طيب هل
client with annual يستمي عنده ما يسمى بتفميم النفائي اللي هو اليستمي and a client with heart failure and a client on long term corticosteroid therapy أو a client receiving frequent irrigation. من من المرضى الأربعة ديل بيجيه وبكون في عرضة إنه يجيه نقصان في سوائل الجسم. طيب ممكن توقف الفيديو هنا وتختار الخيار اللي تشوفه سهل. In this question the correct option is option number A اللي هو a client with iliastomy. المريض اللي عنده iliastomy يكون أكثر عرضة لنقصان في فقدان السوائل. نشوف طيب ليه. A fluid volume deficit occurs when the fluid intake is not sufficient to meet the fluid needs of the body. بتعريف يعني أو بتوريك ليه بتحصل الـ fluid volume deficit متى ما الـ intake أو الأخذ بقت أقل من احتياجات الجسم. طيب شنو اللي بيسبب لنا الـ fluid volume deficit؟ اللي هو الـ causes of a fluid volume deficit include vomiting, diarrhea, conditions that cause increased respiration or increased renal output, insufficient intravenous fluid replacement, drainage fistula, and the presence of aneurysm or colostomy and في أشياء أخرى. طيب الآن هنا عندنا من الكوزيتيف إيجا بالنسبة لل fluid insufficiency أو hypovolemia اللي هو اليستمي. So the correct option is option number A which is client with an iliastomy. طيب باقي الخيارات اللي هو the remaining options يحتوي على client with heart failure and client on long term corticosteroid therapy بالإضافة ل client receiving frequent wound irrigation. العيانين دي اللي قلنا are most at risk for fluid volume excess. دي اللي بتجين زيادة في السوائل وليس في شنو وليس النقصان في السوائل. طيب قلنا لغاية هنا تقريبا خلصنا أربع أسئلة من 25 لغاية 28. نشكركم على المتابعة وعلى المشاهدة، وإذا في أي تعليق أو أي استفسار نلقاه في التعليقات إن شاء الله. نشكركم لغاية هنا ونتقابل إن شاء الله في محاضرة أخرى.